الحلم هنا تقنية أصيلة في نهاية القصة، تأتي النهاية كاشفة، وإن كانت كما أشرت هذه النهاية بحاجة إلى تعميق أشد من ذلك، ربما كانت النهاية بحاجة إلى عمق أكثر من ذلك، وأنا سأشير إلى ملاحظة أخرى في هذا المسار بعد قليل. على الرغم من الخيبات التي قد تحاصر الذات السالدة، إلا أنها تتمسك دوما بقدرتها على الفعل. ففي قصة انصهار تحت الجليد التي تحيل، طبعا العنوان هنا أنا هتقف بس قدام العنوان مبدئيا، انصهار تحت الجليد. العنوان بيشير، العنوان هنا بيمثل ما يعرف بالبنية الدالة، البنية القادرة على أن تؤدي وظيفة داخل مسار القصة. لما تقرأ هذا النص ستجد أن هذا العنوان يحيل إلى تلك انصهار تحت الجليد، يحيل إلى تلك الطبقة العميقة التي تتلو السطح الساكن، هذه الطبقة التي تمر بتوترات لا نهائية. فالزوجة هنا في قصة انصهار تحت الجليد، فالزوجة تريد مستقبلا أفضل. دوما النساء هنا طموحات، مثلا ليس شرطا بالمناسبة أن يتحقق أن بلوغ الغاية، لكن فكرة هذا الطموح المضمر أو المعلن في هذا النصوص، القدرة كما أشرت على الرغم من حالة الإخفاق المهيمنة على حرق المسار السردي أو القصصي لحركة البطلات داخل المجموعة، إلا أن هناك دوما رغبة في الفعل، هناك رغبة في الانتقال من موضع المفعول به إلى موضع الفاعل كما أشرت. فالزوجة هنا في قصة انصهار تحت الجليد تريد مستقبلا أفضل، لكنها تواجه بكسل رتيب من الزوج، وتسعى لشراء شقة حتى لو على سبيل الاستثمار كما فعلت صديقته. تعتمد القصة دي، أعتقد تعتمد القصة على تكنيك المفاجأة، وتنتهي نهاية محبطة للبطلة المركزية داخلها. القصة دي اللي هي قرأتها الأستاذة أماني بتنتهي هكذا، تخبرها الكتومة أنها صاحبة الشقة أمام شباك البنك، تسألها الكتومة اللي هي صديقتها بحيرة باقي المبلغ، أي مبلغ أنت قلت 350,000؟ يرتفع صوت الكتومة 1,350,000. طبعا تكنيك المفاجأة ده من التكنيكات المستقرة في السرد المصري. القصة هنا قايمة على هذا التكنيك اللي هو تكنيك المفاجأة، لكن في الحقيقة إن هذا على الرغم من هذه النهاية المحبطة المأساوية، وأنا أشرت إلى هذه النهايات المأساوية لبطلات النصوص أو المحبطة اللي هي بتظهر فيها بنية الإخفاق، إلا أن هذه المفاجأة تبدو لنا ابنة سردية جاهزة في النهاية، يمكن توقعها في نهاية النص. في تحت العباءة البيضاء التي تتشكل من متوالية قصصية، تتأسس على 3 وحدات سردية متصلة ومنفصلة في الآن نفسه. طيب إيه الكلام ده؟ تحت العباءة البيضاء دي قصة وردت في صفحة 21، بتبدأ هي عبارة عن 3 نصوص متصلة ومنفصلة في الآن. 3 نصوص دول هم الغاضب 1، الغاضب 2، تسليم. 3 نصوص دول بيعيشوا حالة أو بيتكئوا على ما يسمى بجدل الاتصال والانفصال فيما بينهم. هذه النصوص بالمناسبة يمكن لك أن تقرأ نص الغاضب 1 مستقلا يا أستاذ أمل، مستقلا نعم عن النصين الآخرين، فستصل إلى مدلول هذا النص. ويمكنك أن تقرأ الغاضب 1 والغاضب 2 وتسليم، فتصل إلى الدلالة الجامعة أو ما يسمى بالدلالة الكلية للنص السردي. إذن نحن أمام طبعا ده وعي بتكنيك المتوالية السردية، لأن في كتير مثلا احنا بنجد فيه كده في موجة كده ظهرت فترة مش عارفين، إن ناس كتير كانت تكتب النص، تقول لك إيه متوالية قصصية أو متوالية سردية، نعم وما زال طبعا التكنيك ده بيقوم على، لازم يتأسس على معرفة وعلى وعي بالسرديات بين قوسين، ان لازم تكون النصوص بداحيه زي ما قلت فيما بينها ما يعرف بجدل الاتصال والانفصال، ان هذه النصوص
هي صحيح، انما تقرا كل نص منفصلا عن الاخر ستصل الى معنى، لكن وسيبدو للوهله الاولى انه قائم ومستقل بذاته، لكن في نفس الان هذه النصوص جامعه لابد ان تصنع هذه الدلاله الجامعه. نعم، النصوص دي اللي بتتاسس على جدل الاتصال الانفصالي، احنا عندنا نموذج هنا في قصه، ولذلك الكاتبه احسنت في استخدام عنوان جامع للثلاث نصوص اللي هو تحت العباءه البيضاء، وتحت العباءه البيضاء هنا بيشير طبعا الى ملابس هذه البطله المعتمره التي تذهب في رحله لاداء العمره. هذه النصوص الثلاث التي كما اشرت بتتاسس على جدل الاتصال والانفصال، الغاضب واحد الغاضب اثنين تسليم، كل نص منها بيشارك في بناء الحدث الدرامي، يشارك في بناء الحدث الدرامي على نحو ما لحين حدوث هذا التصاعد الدرامي اللي هو بيصل ذروته بالمناسبة في القصة الثانية الغاضب اثنين، حينما خلاص بقى ايه تصبح هذه السيدة في قلب الحد وفكرة الايه او على على يعني في متن الاشياء، تتصاعد مشاعر التوتر الدرامي ثم نصل في النهاية الى التسليم اللي هو لحظة النور او لحظة التنوير اللي هو الحالة التي تتلبس هذه السارده البطله. هذه القصه بتنحو كما اشرت، تنحو جميعها في سياق التصاعد الدرامي، حيث لا يتنامى الحدث القصصي ذاته فحسب، بل تتحول المشاعر الذاتيه نفسها للبطله المركزيه داخل النصوص. طيب انا عايز اقول على حاجه مهمه في النصوص في المتواليه دي اللي بتشكل من ثلاث نصوص، ان حركه الفعل السردي هنا هي بالاساس حركه نفسيه. ليه؟ لان طبعا في حركه خارجيه اللي هي موجوده في فكره الرحله نفسها، وطبعا اصلا تيمه الرحله لاي ما كانت تيمه الرحله طبعا واحده من التيمات المستقره في الادب العربي واللي اتبنت عليها نصوص عديده جدا. الرحله هنا ذات طابع خاص، هذه تيمه الرحله اللي بتعتمد على افعال الحركه، حتى الحج نفسه في اعتماده في توصيف المشاعر، في توصيف الطقوس نفسها العقائدية، كل دي حركة بتسمى بحركة الفعل الخارجي، بيتوازى معها حركة نفسية، حركة نفسية تعتمل داخل سيكولوجية البطلة المركزية في هذه القصة. تبدأ بمشاعر غاضبة، في غاضب الغاضب واحد والغاضب اثنين، بمشاعر تنحو صوب التمرد، بمشاعر تنحو صوب استجلاب مزيد من التوترات النفسية، ثم تتجه إلى التسليم في النص الثالث في المختتم السردي للمتوالية اللي هو تسليم.